يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت في صلاة الجنازة مع الإمام، دخلت في التكبيرة الثالثة، فهل أبتدئ بالفاتحة أم ماذا أصنع؟ لا نعم شروط. إذا دخلت في التكبيرة الثالثة مع الإمام في صلاة الجنازة، فهل أبتدئ بالفاتحة؟ نعم نعم، ما تدركه من التكبيرات هو أول صلاتك، تقرأ الفاتحة فيه، وما تأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاة الجنازة. نعم. أنت.